بونجور يا جماعة، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. رجعت لكم النهاردة في فيديو جديد وكلمة جديدة. وكلمتنا النهاردة مأكولات بحرية، يعني فروي دو مير. فروي دو مير يعني مأكولات بحرية، فروي دو مير وبس كده. وهي دي كانت كلمتنا. يلا بينا نشوف المكونات مع مامي. ورجعت لكم تاني بأكلة جديدة من بيت العيلة وأكلات نرمين. تعالوا مع بعض نشوف ايه هي الأكلة وايه هي مقاديرنا. زي ما انتوا شايفين كده التتبيله، طبعا عايزين تعرفوا انا هعمل ايه. بصوا معايا، انا معايا هنا راس توم بحالها، معايا معلقه كمون حلوه كبيره، معايا برضو معلقه ملح حلوه كبيره، كل حاجه النهارده كبيره. معايا ده ليمون، بديل الليمون بحب احطه في المأكولات البحريه. ده خل، حبه خل صغننه يعني مش كتير، حاجات نسبيه كده. دي هريسه طبعا انا بعملها وبحطها في الفريزر، هستعمل منها في اي اكل، كبده بقى اي اكل. انا هحط منها معلقه برضو كبيره. ده كرفس هقطع، دي ربطه بحالها، ربطه كرفس. برضو معايا ربطه كزبره. كزبره والكرفس بيبقوا مهمين جدا في اي مأكولات بحريه يا جماعه، تحفه. قرن فلفل رومي احمر او اخضر مش هتفرق، قرن فلفل سبايسي او بارد برضو مش هتفرق، زي ما تحب يعني. كده خلاص، نمسح بقى اهم حاجه يا جماعه، احنا بنشتغل مكان نكون بنشتغل فيه نظيف، النظافه مهمه جدا، تشتغلي حتى وانت مرتاحه نفسيا. معايا ليمونتين ثلاثه، دول ثلاث ليمونات كبار كده حلوين برضو، همسكهم اضربهم ضربه كويسه جدا. مفيش عندك الهاند بلندر في الخلاط، مفيش اي مشكله، طحنيهم قوي يعني نعميه خالص. طبعا التتبيله اللي انا هعمل منها الاكل دي كتير طبعا هيفيد منها، انا بحطه في علبه بلاستيك وبشيله في فريز. تعالوا بقى نشوف ايه هي اكلتنا. انا معايا صبيط انا نظفته وقطعته، انا مبشتريش حاجه من السوق متنظفه. معايا سمك بولتي فليه، معايا جمبري مقشره وشايله البطن بتاعته، انا الاكل بتاعي كله نضيف. انا ان شاء الله هعمل لكم فيديو مخصوص اوريكم ازاي انا بنظف الحاجه. هتقولوا طب ما انت ممكن تجيب السبيط متنظف جاهز من عند الراجل نرمين. لا، انا حصل قبل كده اشتريت صبيت وجيت روحت البيت لقيت كمية غير اللي انا اشتريتها خالص، فطبعا حرمت من ساعتها اشتري صبيت، بالذات صبيت او كلاماري يا جماعة، للناس اللي بيقولوا يعني كلاماري او صبيت مش هتفرق. لقيت الراجل تقريبا اخد نصه، فطبعا انا جبت واحدة سليمة وخدتها نظفتها وقطعتها وتبلت الاكل زي ما انتم شايفين كده. هركن بقى الاكل يقعد في التتبيلة وقت مش اقل من ساعتين ثلاثة. انا هعمل كايزر عشان انا عايزه بقى اعمل ساندوتشات حلوه زي اللي بنجيبها من الشارع جاهزه كده. معايا ده لبن بودره، ده لبن صويا، تجيبيه من عند العطار قولي له عايزه لبن صويا، ده صيامي. الناس اللي صايمه ده لبن صيامي، او الناس النباتيه اللي مش بتحب الحاجات الدسمه ده حلو جدا. معايا كوبايه ميه سخنه هنزل فيها بمعلقه خميره كبيره زي ما انتم شايفين كده، معلقه خميره حلوه كبيره. معايا ملح ومعايا سكر، معلقه كبيره سكر ومعلقه صغيره ملح، تمام كده. ومعايا حبه الزيت الصغنونين اللي انتوا شايفينه دول، تقريبا ربع كوبايه زيت او معلقتين كبار. ومعايا كيلو الا ربع دقيق، هنزل في العجان بتاعي هنزل بالدقيق، طبعا احنا ناخلينه قبل الاستعمال، هنزل عليه طبعا باللبن اللي فيه الخميره والملح والسكر، معلقه سكر كبيره من هي بتاعه الاكل، واعجن بس اعجن على اللي هي الايه اول مرحله ماشي. انا هعوز ميه تاني، هزود الميه ما تدلقيش يعني، انا بقول على كميه الميه مثلا كوبايه ميه او كوبايه ونص، انت هتنزلي بالميه بتاعتك واحده واحده لان الدقيق بيختلف من دقيق لدقيق. الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي الكوبايه اللي هتعايري بيها الميه، تمام. بصوا العجينه بتاعتي عامله ازاي، جميله وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه. انا عاوزت شويه ميه تاني، حطيت زي ما انتم شايفين كده اهو. هو بصراحة للأمانة يعني أنا جوزي كان واقف بيساعدني لأن أنا كنت بنظف الأكل اللي جبته من السوق، لأن النهاردة الحد اليوم كان زحمة جدا عندي يعني، جينا بعيالنا من الدرس تقريبا كانت الساعة 3، غسلت الحاجة ووضبتها وظبطتها وأنا بعمل حاجة وهو بيعمل حاجة يعني بصراحة، بقيت أقول له أعمل كذا وأعمل كذا، هو بصراحة ساعدني يعني كتر ألف خيره بجد. بصوا العجينة جميلة وطرية وحلوة جدا، بصوا شكلها ازاي، أنا هسيبها تخمر نص ساعة، المكان يكون دافي عشان ما ننساش ان الجو بقى برد شويه، فالعجينه بتقعد وقت اطول. زي ما انت شايفه كده حبه زيت وتلمعيها، انا طبعا قلت له عادل حط حبه زيت كده عليها عشان ايه ما تقشفش العجينه يعني بسبب السقعه. غطيها بقى بستريتش كويس جدا، ما فيش استريتش وحته قماشه، المهم تغطيها كويس جدا وحطيها في مكان دافي.
انا غطيتها كويس جدا وحطيتها على البوتاجاز، قلت فرن البوتاجاز وحطيتها على البوتاجاز من فوق عشان تخمر بسرعة، والمطبخ عندي ساقعة جدا اصلا. البتنجانة بتاعتي بتتشوي، هي بتنجانة واحدة بس لان احنا عارفين سمك ما ينفعش غير بابا غنوج جنبه طبعا. هشويها اهو على نار وسط وتتشوي، ما بتاخدش وقت يعني 10 دقايق تقريبا بتتشوي، يعني قلت تشتوي قلت الكلمة غلط. قلنا هنحط هريسة وهنحط توم، نص معلقة نص معلقة، نص معلقة كمون، نص معلقة ملح، الملح برضو حسب الرغبة بتاعتك، شوية معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة زيت، اي زيت نباتي زيتون الموجود عندك. وانا اقشر بتنجانية زي ما انتوا شايفين اهي، خدتش وقت خالص، وبتنجانية واحدة كويس كفاية عشان الاكل ما يفيدش ويترمي في الزبالة خسارة يعني وحرام. بتنجان رومي رخيص جدا، الكيلو ب2.5 جنيه، يعني مش حاجة. حبيت انا نسيت اجيب شبت من السوق وحطيت كزبره، عايزه اقول لكم برضو الكزبره خلت طعمها خطيره، ليمونه حلوه بقى كده اهو. مكملتش يعني دقيقتين في البتنجانيه ما خدتش، زي ما انتم شايفين فضيتها في الطبق اهو بالشكل. طبعا قلنا العين بتاكل قبل البق، حبه زيت صغنونه، هزين طبعا بعودين بقدونس كزبره زي ما انتم شايفين كده، وخلصت بابا غنوج معانا تمام لحد كده. هرجع بقى للعجينة بتاعتي، العجينة بتاعتي خمرت خلاص اهو، نشيل الكيس. انتوا انا كان ممكن اشتري العيش من بره بس انا حبيت الاكلة كلها تبقى بيتي، مشتريش حاجة خالص من الشارع. بصوا العجينة خمرانة وجميلة، انا قيت البوتاجاز وحطيت الحلة على البوتاجاز من فوق، فالسخونية خمرتها بسرعة، يعني عايزة اقول لكم نص ساعة، نص ساعة لو في جو المطبخ بتاعي عشان ساعة جدا كان ممكن تقعد ساعة، بس انا دفيت المطبخ يعني قيت البوتاجاز عشان المطبخ يبقى دافي. بصوا العجينه جميله جدا ما فيهاش، انا كل حطيت تقريبا فيها معلقه زيت، يعني حبه الزيت اللي انتوا شفتهم انا ما حطيتهمش كلهم، حطيت معلقه والباقي فضل زي ما هو، رجعته تاني في الازاز. كان المفروض البلانشه طبعا عادل يدهنها زيت بس هو نسي، فالعجينه لزقت منه في البلانشه يعني، بس مش مشكله يعني، وكويس ان هو نسي عشان العجينه ما تبقاش مزيته قوي يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. هو حابب طبعا يعني ايه يفتكس معايا يعني. بصوا هو قطعها زي ما انتوا شايفين كده، هو برافو عليه طبعا بيقطع صح، انا واقفه جنبه في المطبخ بغسل الحاجه وعمال اقول له اعمل كده واعمل كده، فهو كان بصراحه يعني مساعد جدا ومسالم يعني. قطعها كذا قطع، انا عايزه اقول لكم كيلو الا ربع دقيقه عمل تقريبا معانا 12 كايزرايه، والله يا بلاش. تعالي انتي هاتي ال12 كيزرايه من الشارع شوفي ما هيعملوا معاكي كام. سيبك بقى من موضوع الفلوس، النظافه، النظافه دي بفلوس لوحدها زي ما انتوا شايفين كده بيكورها ازاي. بصوا اهي سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وبسيطه. عايزه اقول لك برده الموضوع ما كملش معانا، يا دوبك بس العجينه خمرت. شوفي بقى العجينه مثلا هتقعد ساعه، ما نص ساعه قبل ما تشكليها ونص ساعه بعد ما تشكليها، يعني الموضوع قولي مثلا اخد ساعه ونص، ساعة ونص وانا مش شغالة في العجين بس، لا ساعة ونص وانا تبلت السمك وعملت سلطة بابا غنوج وعملنا سلطة خضرة وعملنا سلطة طحينة، يعني ايدينا شغالة في 100 حاجة اهو. بصوا سهلة جدا، مش حابة كايزر اعمليه فينو الشكل اللي تحبيه اهو. هندهن وشه زيت طبعا عشان احنا هنغطيه بورق استريتش، فبندهن زيت عشان الاستريتش ما يلزقش في العجينه، يعني لما تخمر تاني الاستريتش ما يلزقش. لو عندك طبعا فوطه مطبخ نظيفه يعني للمعجنات غطي بيها ما فيش اي مشكله اهو، غطينا بالاستريتش. هنسيبها نص ساعه تاني لحد ما حجمها يتضاعف، ولازم تسيبي مسافات بينها عشان ما تلزقش ببعضها. سمسم بقى، ده سمسم ني، انا كنت مطلعه المحمص بس هو بصراحه حاطه الني، يعني مش مشكله كتر الف خيره طبعا ان هو بيساعد. حبيبي يا دوله اهو. بصوا عايزه اقول لكم فرحان هو جدا بالشكل، بس هو طبعا ما قدرش يطلعه من الفرن، قال لي لا لحد الفرن كده بقى انا ما اقدرش اعمل حاجه، تعالي كملي. بصوا عامله ازاي جميله، انا بحب احط ادهن احط في الصاج يعني ورقه زبده، اضمن ان الحاجه ما تتحرقش مني من تحت اهو. لازم اول ما الحاجه تخرج من الفرن نغطيها عشان تفضل طريه زي ما هي. هنا طبعا انا جبت بقى سمسم محمص وحطيته زي ما انتم شايفين كده، وهدخله الفرن 10 دقايق بكتير جدا في الفرن في الرف اللي هو في النص ده، ودرجه حراره 180. بصوا تحفه، عايزه اقول لكم بجد والله مش عشان احنا اللي عاملينه، جميل جدا جدا جدا. بصوا شكله ده فطير مش قرص مش كايزر، بصوا عامل ازاي تحفه بجد. متنسوش طبعا اللايك والشير والسبسكرايب.
هنا بقى السمك بتاعي خلاص قعد في التتبيله. يا جماعه ما ينفعش نتبل السمك ونقلي على طول، مش اقل من ساعتين سيب السمك بتاعك منقوع في التتبيله اللي احنا عاملينها، الكرفس بالكزبره بالبقدونس الحاجات الجميله دي، لازم السمك يقعد فيها مده. هنا بقى الدقيق بتاعي هبهره معايا كميه دقيق حلوه، وزي ما قلنا لازم نشتغل في مكان فيه يعني يكون نظيف، اهم حاجه النظافه. طول ما المكان اللي انت شغاله فيه نظيف هتشتغلي وانت هاديه ومرتاحه نفسيه، انما المكان متكربس على راسك تحسي انك مخنوقه وكارهه نفسك. انا طبعا فرشت فويل، ما عندكيش فويل افرشي ورقه جرنان، وطبعا انا بفرش فويل والشكل اللي انتوا شايفينه عشان التصوير واقدم لكم الحاجه باحسن حال. طبعا انت ما حدش هيشوفك، ممكن تفرشي ورقه جرنان وتشتغلي. اقول بقى ان انا بهرت الدقيق، حطيت فيه بابريكا، حطيت فيه توم باودر، حطيت فيه ملح، حطيت فيه نشا اساسي. وزي ما انتم شايفين اهو انا بدرت السمك، وهنا معايا الصبيط. انا جايبه يا جماعه دي صبيطايه، انا خدت منها كام حته والباقي شلته في التلاجة. ده نص كيلو جمبري، معايا نص كيلو سمك فيليه بلطي. الاكل مش غالي، الاكل غالي لو هتجيبي كميه، انما انت مثلا اربعه او سته هاتي عينات مش مشكله، وهتبقي كلتي وبسطتي عيالك وفرحتيهم. مش شرط عشان اجيب كميات كيلو 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 اصرف لي مبلغ وقدره في الاكل، يا اما كده يا اما مش هاكل. لا هتاكلي، بس لو في نظام وفي محبه في الاكل هتحسي ان ربنا مبارك ومدد ايده في القليل خلاه كتير. مش شرط الكميات، يعني انا عايزه اقولك ده نص كيلو سمك بانيه بلطي اكلنا انا وولادي وفاض، جبت من كل حاجه عينات والاسم كنا. مش لازم يعني تبزرمي الدنيا واصرف الوفات عشان اكل الاكله دي، لا هتجيبي وتاكلي على قدك، حته صغيره زي حته كبيره، مش بالكميه، مش بكميه الاكل. يعني انا ممكن اكل حته سمكه قد كده واقوم ابقى مرضيه من جوه، يعني من جوه نفسيتي ابقى مرضيه. يعني مش لازم اجيب 3 4 كيلو سمك لا كده لا مش هاكل. لا جبنا واكلنا الحمد لله، نشكر ربنا، سمك وجمبري وصبيط او كلاماري، والسمك معايا اهو زي ما انتم شايفين. بصي ما خدش وقت خالص. بصي النشا بقى عامل ايه، بيطلعه مقرمش ما بشربش زيت، تحفه. هناخد بقى الكلاماري بتاعنا نحطه اهو زي ما انتم شايفين برضو اهو. انا هنا جبت الواحده اخدت منها كام حته والباقي شلته في التلاجة عشان انا هعمل بيه شوربه في مره تانية، مش هعملها كلها بقى اكل وبزرم الدنيا ويلا هيصه. لا لا اكلت حتتين زي 10 زي 3، لا الحمد لله اديني اكلت وخلاص. مش احسن ما اكلش خالص؟ لا جبت واكلت ولادي واحنا كنا. الحياه مش عايزه تعقيد، مش لا اشوف الحاجه لا مش هجيبها، لا هاتي هاتي عينات على قدك. وزي ما قلت لكم انا هعمل لكم حلقه كامله اوريكم ازاي الكلاماري بيتنضف، ازاي الجمبري بيتنضف، ازاي بجيب سمك البلطي سليم وانا اللي بقطعه برضو في البيت بالمقاس اللي انا عايزاه. خلصنا طبعا الكلماري زي مع بعض قليناه، ندخل على الجمبري. انا برضو بدرته زي ما انتم شايفين اهو، وارصه في الطاسه بتاعتي كده اهو، بستنى عليه دقيقتين اتنين وابتدي اقلب فيه بس بشويش جدا جدا، وما تسيبيش الجمبري لما قلبه ينشف في الزيت، يا دوبك دقيقتين كده وتقومي قلبه مقلبه تقليبه خفيفه كده من على الوش، ومصفيه الجمبري بتاعك من الزيت كويس جدا وتطلعيه عشان يبقى ايه مش ناقع. الجمبري لما بتسيبيه في الزيت كتير بينشف، تيجي تاكليه تحس انك بتاكلي كاوتش، انما لما يا دوبك اللي هم الدقيقتين دول تيجي تقطمي تلاقي الجمبريه زي ما هي سليمه وكبيره، ما كشتش معاكي في الزيت وفيها قرشه كده، بتبقى عايزه اقول لكم واو تحفه بجد جميله، اللي هو يطلع نص سوا، لا منه ني قوي ولا منه مستوي قوي زي ما انتم شايفين كده. بصي اهو الجمبريه طالعه بحجمها زي ما هي، ما كشتش معايا في الزيت، والاكل بتاعنا خلص ما كملش. عملنا زي ما قلنا بقى سلطه بابا غنوج، عملنا سلطه طحين، عملنا سلطه خضراء، عملنا الفطير الجميل بتاعنا الكايزر. طبعا بصوا انا عايزه اوريكم شكله من جوه عامل ازاي، تحفه بجد، انا نفسي انبهر. بصوا وهش وجميل. انا هعمل بقى ساندوتش معاكم، واحده سبيطايه كلمريه يعني على حته سمكه على جمبري، تحفه. هو انا شكلي طبعا معفن بس عايزه اقول لكم بعد يوم شاق طويل جدا جدا انا جاي من الشارع على المطعم. مطعم غالي جدا وشيك خالص واكل تحفه مش مكلف، احنا جايبين عينات من كل حاجه وجميل بجد. عايزه اقول لكم مش قادره اسيب الساندوتش، والكايزر عملناه في البيت اهو، بصوا عامل ازاي، بصوا قلبه من جوه اهو، اكل بيتي 100%. وبالف هنا وشفا، واتمنى تجربوا الفيديو.
واذا عجبكم طبعا ما تنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد على خير. وبالمره كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده يا رب علينا كلنا يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام. طبعا انا بعتذر عن شكلي اللي انا طلعت بيه دوت، بس طبعا انتوا عارفين انا كنت في المطبخ يعني، فما فيش وقت ان انا ادخل اقف قدام المرايه احط ميك اب والبس، وكلنا اكيد عارفين لما بنقف في المطبخ بيبقى شكلنا عامل ازاي. بس انا حبيت اظهر لكم على الطبيعه، انا ست بيت عاديه خالص زي اي حد فينا، فحبيت اخرج على طبيعتي، هي دي طبيعتي. مش بحب التجميل، مش بحب التزويق، مش بحب اي حاجه. ما تنسونوش طبعا في اللايك والشير والسبسكرايب، واكون سعيده جدا جدا لو اشتركتوا في قناه بيت العيله واكلات نرمين، تنوروني وتشرفوني وتبقوا فوق راسي من فوق. واشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. مع السلامه يا احلى متابعين في الدنيا.